النهارده بس ضربونا عين. جينا النهارده حلقه جديده، ثلاث كلاب ومنهم كلب جديد يا جماعه، ركزوا معايا. رعد الاخر ده مكان تمام. خلونا الاول نبدا بامين ده عشان ننجز بسرعه الحلقه كده. اقعد هوب. اخر مره كنا اشتغلنا معاه داون قبل المناسبه بتاعتنا تمام. داون 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 من ده هوب شكل هوب يلا هوب تاني تاني يلا داون. فك ده هنخليه ناكل عشان هنفك الليش بتاعه. داون ماشي. ما فيش ورا الكلب، خلي الكلب اللي يمشي وراك. لازم تبقى عاين نظام شغل معين للكلب. سيبك من العباره والتنطيط، لانه هو ده اللي بيبوظ الكلب وبيدلعه. ارجع ورا هنا هنا وتعاقب الكلب عليه ازاي تمام. تعال تعالى هنا نو تحت حركي
نعمله تمييز مكانه. تعال مش انت يا باجي، ركزوا معايا. تعال مكان. دلع براحتك، دلع براحتك. براحتك نام نام، خليك نايم، ليك معايا 100 جولة ورا بعض. طب يا ترى بعد الكلب ده ما ندربه ويرجع للمكان اللي هو كان عايش فيه، هيبقى فيه الدلع ده؟ ولا هيبقى فيه شغل زي اللي احنا بنشتغله؟ دي بقى اللي مش عارفها. تعال مش انت. براحتك، خليك للحصة الجاية. تعال حد الكلب اللي زي كده خالص، خد يالا. شوف بقى ما بنكلموش اروكو وبتاع. لا نموت في الكلب اللي زي كده. خليك خد، تعال تعال ما راحش للشنطه خالص. لا لا اقعد. لا لا